هي لازم نفهم دائما بأنه عدم التوافق السياسي يعني تخفيض التعاون الاقتصادي إلى أقصى درجة ممكنة. الجزائر أمهلت إسبانيا منذ شهر مارس لما غيرت موقفها تجاه قضية الصحراء الغربية، أمهلتها يعني تقريبا شهرين من أجل العودة إلى المواقف التي تتبناها الأمم المتحدة. لما ما يكون فيه توافق في الرؤى السياسية هذا ينعكس سلبيا على التعاون الاقتصادي.